صاحبي، واش كتعرفش اني كتعني انك تكون طنجاوي؟ كتعني انك ملي غاتضيق بك الدنيا غتقصد الحفانيشه بلا ما تضر مورك، غير غتوصل غتعيط لك كاز اتاي. الدكه الاولى غتحس فيها مذاق ضب بحر، والدكه الثانيه العقل ديالك غيسرح وغيمشي بعيد، غتشوف الغربة وحدك ومواش كتضرب في بعض. من بعد غتقصد قصبة اللي كتعجبنا كامل، وعلاش كاين شي طنجاوي ما كتعجبوش القصبة والزنايق ديالها؟ خصوصا داك الجوامع والقهاوي القدامين، غتحس بقلبك ارتاح وغتقول الحمد لله حيت انا طنجاوي. في الاخر الباسيو غتختمو بتصويره في باب البحر، وموراك واحد المنظر بانورامي ماشي عادي. كتكتشف بلي تينا فحال حوته، وطنجة هي الماء، إذا خرجتي منها كتموت. أيتها الأسماك كولي. وأنا عارف بزاف ديال الناس اللي يقولوا لي آه كتبغي طنجة لهاد الدرجة كاملة. آه كنبغي طنجة، حيت طنجة هي الأكسجين، طنجة هي المدينة الوحيدة إذا غبت عليها غير ساعة المكانة كنتوحشنا. طنجة عندي فيها أغلى وأعز الناس، طنجة بزاف ديال الحب، طنجة مدينة اللي نقدر ندور فيها بصفر درهم وهانية، طنجة مدرسة كبيرة علمتنا كيفاش نكونوا رجال، علمتنا كيفاش نجيبوا العز، طنجة علمتنا الحب، علمتنا الوفاء، معروف نعينا جوالة واخا نمشيو فين ما مشينا، ندورو ندورو حتى نعياو ونرجعو لطنجة. وما كذبش اللي قال حبيبة يا طنجة، اللي كيشوفك كيتفاجأ. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.